فضيلة الشيخ وفقكم الله، قرأت سورة الإخلاص في الركعة الأولى في صلاة جهرية وأنا مسافر، فأنكر علي بعض الأشخاص وقال لا ينبغي أن تقرأ سورة الإخلاص في الركعة الأولى، فهل إنكاره صحيح؟ هذا جاهل. الله جل وعلا يقول فاقرأوا ما تيسر منه، وسورة الإخلاص فيها فضل عظيم تعدل ثلث القرآن، تقرأها في الركعة الأولى أو في الثانية، ما المانع من هذا؟ نعم.